الجامعة الأم إمكانية الجامعة في تطور مستمر، وهذه الجامعة تحوي على 24 كلية وأربع مراكز، وبالتالي فهي جامعة كبيرة في العراق كونها تأسست عام 57 كجامعة، ولكن لديها كليات تأسست منذ عام 1908. الجامعة خرجت الكثير من الأساتذة والعلماء مجالات كافة من المجالات الهندسية والطبية والتاريخية والثقافية والإعلامية، وبالتالي هي جامعة تمثل الجميع، فيها كل الاختصاصات وفيها العلماء جميعا، وتفتخر أنه خريجيها منتشرين في كل العراق إضافة إلى خارج العراق. الجامعة في تطور من خلال الأبنية، وهناك أبنية حديثة موجودة ومراكز بحثية جديدة، ولدينا أبنية الآن في طور التطور. هذه الأبنية بحدود سبع أبنية لسبع كليات من ضمن مجمع بابل المعظم، ومن داخل الجامعة الجادرية لتكون أبنية ومراكز جديدة إلى هذه المؤسسات أو التشكيلات التابعة إلى الجامعة. موقعها موقع متميز في حركة مستمرة، في تطور مستمر، ومن الممكن أنه الاطلاع على هذه الجامعة العريقة وموقعها المتميز في هذا الموقع، من الجمالية من البناء والخضار، وفي مكان مميز في داخل بغداد. الجامعة بتدريسها تحتوي على 7000 تدريسي و7000 إداري، بالإضافة إلى 70000 طالب دراسات أولية و9000 تقريبا طالب دراسات عليا في جميع الاختصاصات، وبالتالي هي تعتبر كجامعة عريقة وجامعة كبيرة. الجامعة لديها الكثير من البحوث التي نشرت عالميا، لديها براءات اختراع الآن أيضا نشرت في الخارج. الجامعة في تطور مستمر في سبيل تطوير المناهج، في سبيل الرقي في المستوى البحثي والمستوى العلمي، والشيء المهم الذي نركز عليه هو تطوير خدمة المجتمع. الجامعة جامعة كبيرة ولديها كل هذه الإمكانيات، وعليه يجب أن تكون واقعية وليس بحثية أكاديمية تقليدية، وإنما تدخل وتخرج من مشاكل المجتمع وتطور الطالب، وعليه ينتقل الطالب من الأكاديمي الصرف النظري إلى سوق العمل. افتتحت وحدات لتطوير فيما يخص تأهيل الخريج أو توظيفه، وبالتالي هناك وحدات ومراكز جديدة تفتح بالجامعة لتحقيق الهدف الأساس منها، وهو خدمة المجتمع. لدينا اتصالات كثيرة ومذكرات تفاهم مع جامعات عالمية، أرسل العديد من الأساتذة إلى الخارج في مؤتمرات وورشات عمل وبحوث في جامعات عالمية ومراكز بحثية عالمية. نتمنى أن يستذكر الذي تخرج من جامعة بغداد ذكرياته حول الجامعة، وهذا شيء نعتز أن نرتبط به بهذه الجامعة، ولدينا الآن خريجين كثيرين من الجامعة هم خارج العراق ودائما يحنون إلى هذه الجامعة كما هم خريجي داخل العراق. نرحب بكم مرة ثانية، ونتمنى أن تكون هذه الجامعة مناراً دائماً إلى الخريجين وإلى العراق وإلى العالم. شكراً جزيلاً للجميع، وأهلاً وسهلاً بكم في جامعة بغداد مرة أخرى.